كانت عمرها 5 سنين تعرضت إلى الاغتصاب من طرف خالها. خالتي كريمة جات البرنامج تبكي وتحوس على بنتها اللي قالوا لها أنه يماك وباباك توفوا. والله لا تخلص الصديقة لها بلاد. يما تدفع في الثمن اللي مش هي سبة. شوف الوقوع في المحظور ونيدي. يعني مأساة وقصة رهيبة ما يتصورهاش العقل. مامو ما يحاسبوه هو. وهو دوكا يدخل للدار وكامل ويما كي تروح تولي عليهم يحوزوها من الباب. انا عييت ندخل لاثيوبيا لا مني لا بشوك لولادي. اخذ منك شرفك في الصغر ثم اخذ مالك في الكبار. طلع يا يما انا بشوف لك خليتها لك امانه مستحيله. علاش انا حابه نشوف اختي؟ راني محروقه عليك. نتمنى تجي لعندي نشوفك ونشوف لك بنتك كي جبتي طفله. هذا الدموع اللي يتسيلهم يماك لازم يتوقفوا. ان شاء الله اللي ما لقيتيش فيه خديجه تلقاه فيا انا. في سهرتنا حتكون هناك متابعه خاصه لقضيه عم محمد. عطيني بابا هذا اللي الشيء اللي راه يقول فيه ما كاش منه. وشكون ضربه؟ الله يسهل انا ما شفتش شكون ضربه. واش تضحيت الليل والنهار وانا نخدم ونجبد على جنم؟ دار هكذا قبش روحه جبد شعره هكذا وهبط يده. ما ننتظرش انك اليوم انت تجي تقول حقيقة انا سبيت الاب تاعي والله عملت هذا الشيء. هو قلق وداير ويضرب وهمجي المشاكل الليل والنهار في الدار. انا على ما اظن ما استقبلناش انسان مهبول في الحصة. انا بابا نرد فوق راسي. يا سؤال خليه غير يمشي على رجليه ما تهزش فوق راسي. كان يقول لك ضربني يوبكا وسبقني وشتكا. انت كنت معاهم في الدار ولا ما كنتش؟ ما كنتش معاهم. ما كنتش معاهم ما لا واش جيت تشهد؟ شوف اخ يشهد على الاخ تاعو. لصالح في واقع ما كانش حاضر فيها. سبلو يما سب بي... سب بابا يسب يسب روح يطيح لي بيما ويبزق لي في وجهك وش من القلب اللي ما يدعش. مهما تكون صيفتو بابا وما لحقتوش بصح معليش اسمح لي باش ليا منه هكا يتحمل المسؤوليه هو والزوجه تاعو وحدهم. انا راجلي بابا ولادي عزيز عليا خير من ولادي ونقولها ونعاودها امام ربي امام العرب. هذا كلام طيب. عدد جديد من برنامج ما وراء الجدران تتابعونه سهرة الأربعاء.